السلام عليكم. الفيديو الماضي كان شوي طويل، يعني نوعا ما، حتى يمكن البعض يعتبره طويل كثير، لكن هي عادي فيه، بظل أحكي وبنسح عليه. إن شاء الله الفيديو هذا يكون مختصر ومفهوم بشكل أكثر. خليني أبلش. قبل ما أنسى، في موضوع نسيت ما أحكيه بالفيديو الماضي، بتعلق بالسيسو ترانس. تمام، حكيت لكم ان السيسو ترانس هم ايزومرز، تمام، فبالتالي ايش راح يكون فيهم اختلاف. احد اختلافات مثلا بولينج بوينت في مثلا هنا، او اختلاف هو الاورينتيشن، او نحكي مين بواجه مين، هاي الاشياء. فهي الفرق. مثلا في اشي موجود بالسلايدات، مش موجود بالكتاب او اي مكان ثاني، بس موجود شفته بالسلايدات اكثر من دكتور، هو البولاريتي. بحكي انه بولاريتي في الترانس ايزومرز بشكل عام. طبعا هون احنا نحكي عن ايش، اذا كان اوكي مش راح اعقدكم فيه كثير انا، تمام، راح اشرحها بشكل مبسط جدا. البولاريتي، تمام، في شيء عندنا اسمه ايش، دايبول مومنت. الدايبول مومنت هو نحكي مقياس بقيس البولاريتي للمركب ككل. اوكي، المركب ككل. فبحكي لنا انه ايش، الترانس هو البولاريتي له، او بحر الدايبول مومنت له، تمام. ليش؟ شوفوا هنا الكربون هاي راح عندها نحكي نقص الالكترونات عشان عندها دبل بوند. هسه نحكيها بالتفاعل، لما نحكي عن تفاعلات راح نحكي الشيء هذا، تمام. فهي عندها نقص الالكترونات، نقص الالكترونات تسحب الكترونات من الكربون هاي، تمام، والكربون هاي تسحب الكترونات من الكربون هاي. الشيئين عكس بعض، تمام. ف يعني زي ما اخذنا بالفيزياء قانون نيوتن، قانون ثالث نيوتن، كل قوتين متعاكسين باتجاه انه يعني راح يلغوا بعض، تمام. فهي الفكره. فبالترانس الدايبول مومنت فيها صفر، عشان الفكره هاي منعكسة لبعض. اما في حاله السيس راح يندمجوا مع بعض، تمام، ويكونوا لي شيء اللي هي هون عندنا 33%، تمام. هي قيمة الدايبول مومنت كل ما زادت، يعني مركب مور بولر. أكثر من هيك لا تفكروا فيها، أكثر من هيك ما إن فيها، تمام. بس هاي الفكرة فيك تعرفوه. في هون عندنا سؤال واحد عنها، بحكي إنه which of the following compound have a dipole moment of zero. طبعا على السريع بنحكي سي. ليش سي؟ هسا مثلا أولا هذا حسب اللي تعلمناه من قبل، في سيسو ترانس ما في سيسو ترانس، اوكي، فيعني هذا نلغيه من حساباتنا اصلا، ما في سيسو ترانس. بس حتى لو ما في سيسو ترانس، يعني هذول برضه نفس الشيء، انه مثل ترانس الاثنين نحكي بنفس الجهه، تمام، مش ترانس بحيث انهم متعاكسات في مركب هذا، اوكي، فبالتالي مش راح يكون صفر. المركب هذا برضه ما في عنده شيء بعكسه، يعني الاتش ما بتقدر تقاوم، مش زي السي ال، تمام. فهون في مشكله. المركب هذا زي هذا المركب اللي هو السيس، انه راح يجتمعوا مع بعض، تمام، انهم يعني راح نجمعهم، تمام. بيظل عندنا نفس هو مركب هون سي اللي هو ترانس، نفس الفكره اللي موجوده هنا، تمام. وهذا الشيء الموجود، التطبيق الموجود عندنا. بس هي يعني النقطة اللي نسيت ما أشرحها بالفيديو الماضي، حاليا ما خلينا نرجع. احنا انتم ما اخذتوا التفاعلات اللي موجودة بتشابتر 2، هي تفاعلات كانت ايش، substitution، تفاعلات استبدال. هاي تفاعلات الالكانز بشكل عام، الالكينز ما عندهم استبدال، اوكي، عندهم addition، تمام. شو بصير؟ بداية خلينا نتعرف على مصطلحين، مصطلح الكتروفايل ومصطلح نيوكليوفايل. هذول مصطلحين حطوهم حلقة بالإذن، أوكي، جدا مهمات، راح تسمعوهم كثير، راح تقرفوهم، أوكي، دائما اسمعوهم. Nucleophile is a substance، تمام، that's rich in electrons and wants to donate these electrons، تمام. مادة غنية بالإلكترونات وبدها، أو نحكي بتحب تعطي الإلكترونات تاعية، هاي إيش النيوكليوفايل. Electrophile is a poor substance of electrons، تمام، and wants electrons، تمام، مادة فقيرة بالإلكترونات وبدها إلكترونات.
النيوكليفايل هو غني وقوي وحب يتبرع، حب كريم، حب يعطي، تمام. والإلكتروفايل فقير وبده حد يساعده، بده حد يعطي إلكترونات، تمام. برضو هاي حطوها بالبال. هسه تفاعلات الإديشن إيش بتصير؟ أوكي، تفاعلات الإديشن بشكل عام دي تنكسر، رابطة سيجما واحدة ورابطة رابطة سيجما، وبتنكسر عندي رابطة باي اللي هي الدبل بوند. هذول الاثنين ينكسروا بتكون عندي ايش؟ نيو، او انه بتكون عندي كمان رابطين سيجما جداد، تمام. اوكي، طبعا رابط سيجما اقوى من رابطة باي، تمام. فلما اكسر واحدة سيجما وواحدة باي واعطيني اثنين سيجما احسن، ليش؟ يعني اقوى فمور ستيبل، تمام، يعني راح اكون مرتاح اكثر. اوكي، دائما القوه نحكي، مش القوه، القوه بتعني يعني نحكي الاستابيليتي، يعني زلم شيء مرتاح اكثر، فبالتالي شيء الكل بده اياه. نفس الشيء للمركبات، تمام. الروابط سيجما اكثر يعني مور ستيبل، يعني مرتاح اكثر. فهي الفكره. الرابطه السيجما الاولى اللي انكسرت اللي هي الرابطه المهمه مثلا هون الموجوده عندي بين الاتش والبي ار، هاي الرابطه انكسرت، تمام. كيف انكسرت؟ حكيت لكم ذكروا لي شيء مهم، النيوكليفايل الدبل بونتون ايش عندي تمثل هي النيوكليفايل بكل التفاعلات اللي راح نشوفها لقدام. الدبل بوند او التريبل بوند هي تمثل النيوكليفايل، ليش؟ عشان هون في عندي اكسس اوف الكترونز. الباي بوند هو عباره عن الالكترونين الزياده عن باقي يعني هي اصلا كل الروابط بشكل عام عباره عن الكترونات، بس هون بالدبل بوند او الباي بوند في هون عندي الكترونين الزياده، فهون ايش تحكي؟ في عندي كثافه زياده من الشحن السالبه، فعشان كذا ايش يعتبر نيوكليفايل ريتش ان الكترونز. هسه الغني هو غني وعنده الكترونات وبحب يعطي، تمام. فايش راح يعمل؟ راح يروح على الالكتروفايل، اوكي، راح يهجم على الالكتروفايل يكسر رابطه سيجما، تمام. الاتش اللي هو فقير الالكترونات راح يجي مثلا على الكربون هاي، اوكي. في اتش راح هي هاي الاتش الزرقاء، شايفين هاي الاتش الزرقاء، اوكي، هاي راح ترتبط بكربونه، والبي ار راح ترتبط بالكربون الثانيه، وبالتالي شو عملنا؟ كسرنا السيجما هاي، كسرنا الباي هاي، وكوننا سيجما 1 وسيجما 2، تمام. هاي هي بشكل عام تفاعل شو اللي صار عندي بالاديشن رياكشنز. اوكي، طبعا اسم التفاعل هذا ايش هو؟ الكتروفيليك اديشن. ليش الكتروفيليك؟ عشانه الاشي اللي يعني انهجم عليه اول شيء هو الالكتروفايل، تمام. اوكي، الاتش هون الكتروفايل، انتوا بتعرفوا شغله الكهرباء السلبيه والبولاريتي، البي ار مور الكترونيجاتيف، فهو راح يكون البارشل نيجاتيف والاتش البارشل بوزيتيف. فالنيوكليفايل حكينا وين راح يجي؟ راح يجي على الالكتروفايل، يعني لما احكي الالكتروفايل يعني حكينا مور ان الكترون مور بوزيتيف بارشل بوزيتيف، تمام. حتى البارشل بوزيتيف بارشل نيجاتيف كافي لان نسمي الشيء اما نيوكليفايل او الكتروفايل، بفرق بالقوه لكن هذا الشيء كافي. فالدبل بوند راح تهجم على الاتش اللي هي الالكتروفايل، والاتش راح تهجم. راح ناخذ شوي لقدام شوي تفصيلات اكثر نفهم الموضوع بالضبط. اوكي، هسه بولر اديشن رياكشن عندي كثير رياكشنز، عندي اضافه مثلا اكس 2 اتش 2 او اتش 2، هاي الاشياء راح ناخذها وراح نشوفها، تمام. طبعا هو الموضوع جدا بسيط يعني ومش اشي جديد، يعني اشي كله اخذناه بتوجيهي وتعلمنا من قبل، مش صعب كثير. هنا مثلا احنا مش شايفين عندي الكين معين مع اكس 2، الاكس 2 بشكل عام هو هالوجين، مين بكون بي ار 2 سي ال 2 اي 2 اف 2، هو شوف اي 2 اف 2 مش راح نشوفهم كثير، راح نشوف احنا بي ار 2 سي ال 2 اكثر شيء، بس انه بشكل عام اي هالوجين، اي انه هالوجين بيعمل لي اديشن وبنضاف الشكل التالي، تمام. البي ار 2 هاي راح النيوكليفايل بهجم هنا، تمام. في هون شيء يسمى الميكانيزم، انه هذا التفاعل صار بما يسمى بالميكانيزم، هذا شو مطلوب منا؟ يعني انتم مبدئيا بس وقت تحفظوا انه بشكل عام شو اللي صار بالتفاعل، انه شو اللي عندي نحكي المواد المتفاعله وشو الناتج بيطلع عندي، يعني هذه الاشياء كنتوا تعرفوها. باقي الاشياء انه شو اللي صار هيك، هاي الاشياء بتطلبوا منكم،
بس يعني تعرفوا وين قضيف، شو بدي اعمل، شو التغيير اللي حاصل. التغيير الحاصل هو التالي: دبل بوندنج كثرت، ضفت بي ار هنا بي ار هنا. لما دبل بوندنج هاي صار في عندها نقطة رابطة، صار عندها نقطة رابطة، شو عوضتهم؟ برابطة مع البي ار زي اللي صار هنا. واضحة الفكرة كيف هيك؟ طيب هسه بحكي لنا في نحكي زي اشي عملي لاضافة الهالوجينات. تمام، بحكي لنا انه الهالوجينات يعني نحكي ايش عملي بالمختبر، تمام، بقدر استفيد من الهالوجينات، او نحكي تفاعل الاديشن مع الهالوجينات للالكينز. بحكي انه تفاعل الاديشن لازم يصير بايش، محلول خامل، اوكي، انرت سوليوشن لا يتفاعل، مثل تترا سايكلو سايكلو اسف تترا كلوروميثين، تمام، دي ال 4. هسه اذا كان عندي دي ال 4 اوكي، وبرضه حطيت اضفت عليه ايش، بي ار 2. البي ار 2 هو ايش، له لون معين يكون احمر، تمام، احمر تقريبا احمر، تمام. هذا هيك عندي محلول اوكي بيكر معين في تترا كلوروميثين مع بي ار 2 اوكي، اضفت ماده اكس على المحلول هذا اللي هو تترا كلوروميثين زائد بي ار 2، محلول في تترا كلوروميثين مع بي ار 2، اضفت عليه ماده اكس، ماده غير معروفه، تمام. في حال اللون الاحمر عندي اختفى اوكي، بقدر بصير عندي انه يعني بقدر استنتج انه ايش الماده الاكس اللي اضفت هي ايش، عباره عن الكين. ليش؟ عشان صار في تفاعل واللون الاحمر اختفى، تمام، وهذا هو اللي بيصير فعليا. الالكين اذا حكينا قبل بتتفاعل مع بي ار 2 بتكون عندي الشيء هذا. لكن لو كان المادة اكس كانت الكان اوكي وحطيت عندي ريأكشن، وبالتالي راح يظل احمر اوكي. فنحكي هاي طريقة مخبرية عشان اقدر اتعرف على الكين اوكي. يكون في عندي سوليوشن من تترا كلوروميثين زائد بي ار 2، اضيف عليه المادة، اذا اللون الاحمر اختفى اذا عندي الكين، اذا ما اختفى وظل احمر اذا عندي الكان اوكي. حاليا التفاعل الثاني، اول شيء كان حكينا اكس 2، هسه في ايش عندي؟ اديشن اوف ووتر، لو ما يسمى بالهايدريشن. هسه بدايه في لما اضيف انا هيدروجنز ما فيش عندي حاجه لاي طاقه، تمام، بس شوفوا عندي نحكي وعاء معين في الكين اوكي، بضيف عليه سي ال 2 ولا بي ار 2، التفاعل بصير دون اي تعب، بصير طوالي اوكي. اذا في عندي ووتر، لكن اذا بدي اعمل انه اضفت ووتر على الكين، لا، بحاجه اني ايش، اضيف كاتاليست. الكاتاليست هي ماده بتسرع التفاعل فقط لا اكثر، ما بتتدخل بالتفاعل لكن بتسرع التفاعل. الكاتاليست اللي استخدمه بالهايدريشن او نحكي اديشن اوف ووتر هو اسيد كاتاليست، اي مصدر للاتش بلس شو ما كان يكون. طبعا هذا اشي يعني هون بالمعادلات رمز له بالرمز H بلس، او بكل بساطة نضيف H2SO4، تمام. طبعا راح يصير عندي نفس الاشي، عندي هون HOH هي الموجب، الموجب راح يكون هيا، تمام، اللي هو الH، فالدبل بوند راح تهجم اوكي، تيجي عليها الH، وبعدين ميكانيزم راح ناخذها كمان شوية عشان نفهم شو بالضبط اللي صار. لكن بعد هيك لو اتش تنضاف على هاي، انتم بكل بساطه تضيفوا اتش على كربونه ولو اتش على كربونه ثانيه، كون عندي هو الكحول، هذا الشيء كنت تعرفوه بس انه كون عندي كحول حاليا. طبعا اضافه اتش وكاتاليست اتش بلس او اتش 2 او 4، اللي هو اتش 2 او 4 بيشتغل بس انه ماده تعطيني اتش بلس فقط لا اكثر، هذا هو كل اللي بيعمله الاسيد كاتاليست. حاليا في عندي اللي هو الاديشن اوف اسيدز. اسيدز جنرال فورمولا اللي هي ايش، اتش اي، نفس لو اتش على فكره ما اختلف كثير، لكن هون هو اسيد. كمان هنا برضه مش بحاجه لكاتاليست او اي عامل مساعد، تمام، يعني طوالي راح يتفاعل. طبعا الاسيد احتمال يكون اتش اي، اتش بي ار، اتش سي ال، اتش اف، HOCO3H اللي هو طبعا هذا نفسه ال H2SO4، تمام. في حدا بيسأل انه كيف بالاول هون H2SO4 ما تفاعل وهون تفاعل، هاي يعني
بحكي لكم هذا كيف يتعلق بالميكانيزم وش مطلوب مننا نشرحه، لكن انتم بدكم تعرفوها كالتالي تمام، بس بدكم تعرفوها هيك تمام. اوكي طبعا الطفالات يعني شيء بسيط جدا، يعني صراحه ما فيها اي اشكاليه نهائيا، هنا بكل بساطه نفس الشيء راح النيوكليوفايل حكينا بوجه مع الاتش بيجي على الكربون اللي هنا، بعدين سي ال تيجي على الكربون اللي بعدها تكون عندي مركب التالي هنا نفس الشيء تمام، اتش على واحد من الكربونات والاو سي او 3 اتش مع الكربون الثانيه، يعني ما فيهوش اي مشكله هي تمام. اوكي هون بقدر اقول هاي هون الميكانيزم اللي صارت عندي، اوكي هاي هون الميكانيزم اللي صارت عندي اللي شو كنت احكي فيه. خليني قلت لكم النيوكليفايد راح يهجم ايش على الالكتروفايل، الالكتروفايل ايش هو بور الكترون سبستانس اللي هي عليها شحنه موجبه ماده فقيره بالالكترونات، اوكي فقيره بالالكترونات فبالتالي عليها شحنه موجبه تمام، الالكترونات عليها شحنه سالبه، تذكروا الشيء هذا. فالنيوكليفايل بهجم على الالكتروفايل، اوكي بيعمل رابطه مع الاتش تمام، هسه الرابط دبل بوند هون راح تنكسر، اوكي عشان نعمل رابط احنا بدنا على الاقل الكترونين صحيح. اوكي طيب السي هاي عندها الكترون من الدبل بوند هنا صح، طب الاتش هاي شو الاتش هاي لما نحكي الدبل بوند تهجم عليها راح تنكسر الرابطه هنا، اوكي هاي برضه الاتش عندها الكترون، بس الالكترون هذا وين راح؟ راح للاكثر كون سلبيه، وهي هون صار شايفين كيف البي ار اوريدي عندها الكترون عامله معها رابطه بين الرابطه الشراكيه او الكوفيننت بوند، هجمت النيوكليفايل الالكترون هذا راح على الاكثر كون سلبيه نحكي اللي يحب الالكترونات اكثر، فاجى هنا تمام على البي ار. طيب اوكي طيب من وين جابت الاتش الكترون عشان تعمل رابطه مع السي هاي مثلا؟ اوكي اذا احنا شايفين هنا جابته من الكربون هاي، اوكي الدبل بوند انكسرت في هون الكترون صح؟ طيب الالكترون هذا وين اجى؟ اجى على الاتش، اوكي طلع عندي الكترون والسي عندي الكترون، اقول خلينا نتشارك عشان نعمل رابطه والاثنين نوصل ايش؟ للاوكتيت. صارت عندي رابطه هنا. هسه مين في عندها مشكله؟ الكربون هاي الكربون هذا هي صارت مش اوكتيت، شو عندها رابط في عندها الكترونات نقص الالكترونات شكلها شحنه موجبه تمام. اوكي مين اللي عنده الالكترونات الزياده؟ اوكي النيوكليفايل البي ار، وعندنا السي هاي ايش صارت؟ صارت الكتروفايل، فبرضه راح يصير نفس الشيء تقريبا، البي ار شايفين كيف هنا راح يهجم على السي يطول رابطه السيجما مره ثانيه تمام. فمره ثانيه بشكل سريع دبل بوند تهجم على الاتش بتعمل رابطه معها، اوكي زي ما صار عندنا هنا واحدة من الدبل بوند راح تنكسر، اوكي دبل بوند راح تنكسر راح تصير عندي شحنة موجبة على واحد منهم، اوكي راح نعرف اي واحد منهم اللي بعدين، بس مبدئيا راح تصير عندي شحنة موجبة على واحد منهم تمام. تصير الكتروفايل في حالتها يعني حاليا صارت الكتروفايل بدها حدا يساعدها، تيجي البرومين البي ار تمام النيوكليفايل عندي الكترونات الزيادة تشوفوا عليه شحنة سالبة، عنده 8 الكترونات جدا عند يعني على شحنة سالبة، بيجي هجوم على الالكتروفايل هذا تمام، بعطيه الكترون كون رابطة وبصير في عندي الشكل هذا تمام. هاي هي الميكانيزم بشكل عام، هاي هنا اقرأوا الموجود موجود هنا يعني الشرح اللي صار بالضبط. اوكي برضو هون مرة ثانية هذا يعني شرح كله اللي حكيته قبل شوية. بداية عندي اتش بلس تمام، هو نحكي الالكتروفايل، طبعا انتم تعرفوا مثلا انه مثلا مركب ك اتش بي ار هو ايش يعتبر حمض قوي، تعرفوا الحموض القوية تتأين طوالي تمام ل اتش بلس ومثلا ال ماينس بي ماينس هو الاتش ماينس بشكل عام تمام، فصار في عندي اتش بلس بالمحلول يعني هي الدفعات كلها بتصير محاليل تمام. فالنيوكليفايل بهجم على اتش بلس، اوكي راح يعمل رابطه مع واحد منهم تكون التالي، الرابطه انكسرت، اوكي الالكترون اللي كان مثلا اللي كان على هاي اوكي هاجع على الاتش، وهاي صارت بالالكترون صارت عليه ايش على ايش احنا موجبه. اوكي هسه في عندي كمان بالمحلول اتش بي ار ماينس برضه عنده ايش هذا عنده يعني عنده الكترونات الزياده، فبيجي بعطي للالكتروفايل اللي هون او الكربوكاتيون
اللي هو بعطيه الالكترون تاعيته كون رابطة ثانية بيكون المركب التالي. طبعا لما يكون عندي مركب زي هيك وعليه شحنة موجبة، كربون عليه شحنة موجبة، هذا الإشي يسمى كربوكاتيون. كربوكاتيون أوكي. هاي هون عندنا تفاعلات زي ما انتم شايفين، نفس إشي اتش بلس مع دبل بوند، شو ما كانت تكون واحدة من دبل بوند رح تاخذ الاتش، الثانية رح تاخذ شحنة موجبة، بعد هيك بيجي النيوكليفايل بهجم على الكربوكاتيون بعمل محل رابط سيجما، هون كان سي ال، هون ال او اس او 3 اتش. اوكي اذا بتلاحظوا لحد الان كل المركبات اللي اخذناها مركبات سيمتريكال. عارفين شو معنى سيمتريكال؟ سيمتريكال يعني متماثله، يعني درجه الهاية نفسها. تمام، شوفوا هاي الدبل بوند عليها مثل هون، عليها مثل هون. اوكي الدبل بوند هاي عليها برضه مثل مثل. اوكي كلهم اذا بتشوفوهم اشوفوا هاي هاي، يعني شوفوا اذا بقص هذا المركب من هون هيك راح يكون ميرور ايمج، نفس الشيء بالضبط، ما يختلفوش عن بعض باي شيء. تمام، هذا معنى مركب سيمتريكال. في بالكتاب اوكي خلينا نوريكم يعني كتوضيح بشكل افضل للموضوع هذا. اوكي وقف. هاي هون كلهم هذول مركبات سيمتريكال، ما هو مش سيمتريكال، يعني انه النص هذا زي النص اللي هون، لكن شوفوا هذا النص اللي هون مش زي النص اللي هون، النص اللي هون مش زي النص اللي هون، هاي معنى سيمتريكال. تمام اوكي خلينا نرجع هون نكمل. في شخص تعرفنا عليه توجيهي اسمه مارك فون كوف. تمام، مارك فون كوف شو عمل لنا؟ حكى لنا كيف الاديشن رياكشن بتصير، او كيف بقدر مثلا انا مركب عندي ايش ان سيمتريكال، كيف اقدر احدد او اني اعرف تو بريدكت وات برودكت ويل اي ابتين. تمام، قبل خلينا ناخذ مثال. شوفوا المركب هذا كان عندي 2 و 3. اوكي شوفوا بدي اعمل طريقتين، بدي اضيف مره اتش هون ومره اتش هون، ومره الاو اتش على 2 ومره الاو اتش على 3، وشوف شو بصير عندي، هل بيطلع عندي مركب مختلف ولا لا. اوكي شوفوا هاي عندي 1 2 3، صحيح؟ طبعا انا المفروض ابلش عاد من هون عشان ايش اعطي اخر رقم، ف 1 2 وهون نفس الشيء 1 2. تمام، طبعا او اتش او اتش تتوقع ايش يكونوا نفس الاسم ونفس عدد الكربونات، فيكون راح نفس الاسم، فبالتالي ايش هذا نفس المركب. اوكي هذول الاثنين نفس المركب، واضح كيف؟ طيب خلينا ننسى هذا، يعني نفس المركب مش راح يفرق معي ضفت على 3 او 2، صحيح؟ عشان نفس الشيء. طيب مثل هذا بيكون بيعمل عندي اشكاليه هون. اوكي بس هاي الدبل بوند مش زي هاي الدبل بوند، تختلفوا ليش؟ مثلا اقصهم النص، والله شايفين كيف؟ هاي تختلف عن هاي، هاي تختلف عن هاي. اللي هون برضه قصها يعني نفس الشيء، هاي متصل بمثل، هاي متصل بمثل، لكن هون شوف هاي متصل هون بمثل، هاي متصل هون يعني مثل هون مثل هون، بعرفش يمكن مجموعة هاي 12 يمكن تسميها، لكن بشكل عام هي مش نفس الشيء. فبالتالي اذا بضيف اتش هنا وبضيف اتش هنا، تمام، راح يعني عندي فرق بالمركبات. شوف كيف عندي 1 و2. اوكي مركب 1 لما اضيف الاتش هنا والاتش يعني راح تضاف هنا، ومركب 2 الاتش انضافت هون والاتش انضافت هون. عمليا عمليا بالمختبر لما اجوا شافوا شو المركب، شو المركب طلع معي، شافوا انه بس هذا المركب لحاله طلع، هو ايش مركب 2. تمام، شو مركب حكى لنا، فسر لنا الموضوع هذا، حكى لنا انه when an asymmetric reagent. اوكي طبعا هاي يعني شيء مهم، asymmetric reagent. تمام، مثلا فرض لو في عندي هون اضيف مثلا x2، اوكي بيهمني وين راح يضاف، انضاف هون ولا انضاف هون؟ نفس الشيء مش راح يفرق. تمام، يعني لو كان هاي بي ار وهاي بي ار ما فرق معي، نفس الشيء. تمام، فهي النقطة مهمة، when an symmetric reagent adds to an symmetric alkene the electropositive part of the reagent bonds to the carbon of the double bond that has the greater number of hydrogen atoms attached to it. اوكي بالعربي
اوكي بنضيف الاتش على اكثر اتش، وهي قاعده ماركوفن بوف. اوكي الاتش على اكثر اتش تمام، او كترجمه يعني نحكي دقيقه للكلام الموجود بالانجليزي، نضيف الجزء الموجب على الجزء اللي عليه اكثر اتش تمام. ليش هذا الاشي؟ راح نفسره لقدام. اوكي هذا عندي مركب هذا. اوكي حتى قاعدة ماركوفن كوف اللي راح اضيفها على اكثر اتش، راح اضيفها هنا. اوكي راح اضيفها هون، والسي ال راح اضيفها هون. واضحة هاي الفكرة تمام. شوفوا هنا هاي هو المركب اللي ناتج عندي. هذا المركب شو حكوني نات ابزيرف، انه لو ضفت الاتش هنا والسي ال هون راح ينتج عندي المركب هذا. هذا شيء نات ابزيرف. هنا نفس الفكرة تمام، الاتش على اكثر اتش هاي راح تنضاف هنا. اوكي ولو اتش راح تنضاف هون زي ما هو مركب عندي هاي هنا تمام. هاي بتصير اتش 3 وهتصير سي عليها اتش، وهذا مركب مش موجود عندي. في عندي مصطلح انا اسمه ريجو ايزومرز. اوكي شو عن ريجو ايزومرز؟ هل كان عندي تفاعل معين من تفاعل اوكي وانا اشوفه ها توقعت، مش اني بعرف انه في ايش راح تكون ايش راح تكون، لا انا بحكي انه مثلا احتمال هذا يتكون واحتمال هذا يتكون، احتمال اثنين واحد منهم مش مشكله، بس انا بعرف انه يعني في احتماليه. اوكي ولو حتى شيء نحكي نظري، لكن في احتماليه انه هذول الاثنين ايش يتكونوا تمام، وهذا الشيء اللي بيهمني. اوكي لحظة واحدة صار في شوي في عطل، بس لحظة واحدة. برنامج شكر مش عارف شو صار. اوكي مشكم خلينا نكمل. اوكي زي ما كنا نحكي انه ريجو ايزومرز. اوكي انا بتوقع انه راح تكون عندي اما هذا المركب او هذا. اوكي بعرف ايش اذا فعليا انه واحد منهم راح يتكون او الاثنين او لا، بس انا ببالي انه في يعني اثنين راح يتكونوا. يعني انا قلت اني بضيف الاتش هنا او بضيف الاتش هنا، يعني قبل ما نعرف قاعدة ماركوفن كوف كنا عادي ما في عندنا مشكله. فهي الفكره. فاذا انا عندي توقع انه اكثر مركب راح ينتج، العلاقة بين هذول المركبين ايش نسميها؟ ريجو ايزومر تمام. ريجو ايزومر هي ريجو ايزومر. هسه ريجو ايزومر على فكرة يعني نفس الايزومرز، يعني ما اختلفش كثير. اوكي فانه العلاقة بين هذا وهذا ايزومر، الفرق بيناتهم ايش؟ اللي هو تصل السي ال، هون السي ال متصل بالنص، هون السي ال متصل على الطرف، هذا هو الفرق. هذول الاثنين يعتبروا ايزومرز للعلم، بس انه عشان هم اجوا من تفاعل صار لهم اسم اللي هو ايش؟ ريجو ايزومر. هسا في ريجو ايزومرز بنقسمه لقسمين، في عندي شيء اسمه ريجو سبيسيفيك. شوفوا سبيسيفيك معناته محدد. اوكي شيء محدد تمام، محدد بالضبط. اوكي فلما احكي ريجو سبيسيفيك، انا مثلا بتوقع اثنين طلع عندي واحد بس. اوكي بتوقع اثنين طلع عندي واحد 100%، الثاني صفر. فهذا ايش يسمى ريجو سبيسيفيك؟ زي اللي صار عندي هنا. اوكي عندي هاي هون السي ال تمام، عندي اللي هو هذا المركب 0% ما شفته نهائيا، او يعني لما اختبروه بالمختبر ما شافوا هذا المركب، بس شافوا هذا المركب. فالتفاعل هذا ايش هو؟ ريجو سبيسيفيك. وهذا التفاعل بسميه ايش؟ ريجو سبيسيفيك. هون نفس الفكره، عشان الناتج عندي فقط هذا، مع ان انا متوقع هذول الاثنين. اوكي بس الناتج عندي فقط هذا. هسه هذا الجزء الاول ريجو سبيسيفيك. نحكي الاشي الثاني اللي هو ايش؟ ريجو سيلكتيف تمام. حكيت لكم تربطوا سبيسيفيك اشي محدد بالضبط. ريجو سيلكتيف انا بتوقع مركبين والاثنين بتكون عندي، لكن شو؟ واحد بنسبه عاليه 60 90 70%، الثاني اللي هي نسبه قليله تمام. مختصر في ريجو سيلكتيف مركبين، واحد منهم نحكي نسبه اعلى يعني نحكي 60% فما فوق، والثاني 40% فما تحت. فالعلاقة بين هذا أو نحكي الرياكشن هذا إيش يسميه؟ ريجو سيلكتيف. هنا بسطوا مصطلحين موجودات في الكتاب، يعني بس تعرفوهم ريجو سبيسيفيك وريجو سيلكتيف. أوكي
حاليا مارك فونكوف، قاعدة مارك فونكوف منا نشرحها، يعني شو اللي تحكي قاعد انت ليش هذا الاشي بصير. طيب احسن طريقة عشان يعني نشرح الفكرة، ناخذ مثال، دائما احسن طريقة عشان نشرح اشي ناخذ مثال عنه. هسا انا المثال هذا، اوكي، عندي، شوف، عندي دبل بوندز، واحدة عليها بحكي في، يعني في فرق بين الاتشات بيناتهم. هيا كربون نمبر 1 عليها 2 اتش، كربون نمبر 2 عليها ولا اتش، تمام؟ فيعني بنتقسم مع قاعدة مارجوف، انه بيقول لي ضيف الاتش على اكثر اتش، او ضيف الاشي الموجب على اكثر اتش، تمام؟ اوكي. طيب وعندي اتش سي بدي اتفاعل، اوكي، فعندي اتش انت متريك ريجنت مع انت متريك سبستريت او انت متريك الكين. راح اضيف فوق حسب قاعدة مارجوف فين؟ على ال 1. بس انا هون لا بدي اشتغل هيك، انا بدي اشوف ليش ما بحكي هذا الشيء، فبدي امشي، بدي اخذ كل الاحتمالات، تمام؟ اوكي، بدي اضيف برا الاتش على 1، او يعني افتراضا عندي اني اضفت الاتش على 1 والاتش على 2، تمام؟ لما اضيف الاتش على 2 راح اضيف الاتش على 2 راح يطلع عندي، حكيت لكم انه لما اضيف الاتش على مكان معين الموجب راح تكون على الدبل بوند الثانية، على كربات الدبل بوند الثانية. فضفت اتش على 1 راح تنكسر هاي، تكون عندي شحنة موجبة هون، زي ما صار عندي لما ضفت الاتش على 1، زي ما صار عندي هون، صح؟ ولما اضيف الاتش على 2 راح تكون عندي شحنة موجبة على 1 هون. اوكي، هون الان كله تمام. اوكي، هسا بالخطوة الثانية، طبعا هو افكر احنا هون يعني المفروض خلص نقدر نحدد شو اللي صار بالضبط، خلينا نكمل. هسا بالخطوة الثانية بكل بساطة انه السي ار راح يجي هجوم على، نحكي حكينا الشحن الكربون الموجبة اللي هو الكيكتر فايل او الكربوكاثيون، ويعمل المركبات اللي عملها، تمام؟ هسا لما فعل المركب هذا، هم صار هم ايش نظريا مشوا بالطريقة هاي، مشوا هذا، يعني حكوا انه هذا راح يتكون، وصار يقولوا هذا راح يتكون، تمام؟ هيك صار يقولوا نظريا. عمليا لما اجوا يشتغلوا باللاب طلع عندهم مركبات فقط، قعدوا يمشوا خطوه خطوه، فحصوا كل شيء، شافوا شو اللي صار بالضبط، ليش هذا الشيء صار. اوكي، في شيء عندي شيء اسمه ايش، الكربوكاتيون ستابيليتي، او خلينا كربوكاتيون نحكي بس عن ستابيليتي. انا يعني حكيت من قبل كثير، يعني بحكيها دائما، تمام؟ اهم شيء بالاورجانيك كيمستري هي ايش؟ الستابيليتي. كل المركبات، كل شيء بالحياه، احنا الناس، الحيوانات، الشجره، اي حدا بالحياه ايش اهميته؟ انه يصل للاستقرار، يصل للستابيليتي، تمام؟ والمركبات زيها زينا. هسا المركبات، شوفوا، لما في مركب عليه شحنه سالبه ولا موجبه، هذا مركب مش ستيبل، مش مستقر، تمام؟ بس في حال انه اضطر انه يكون في هاي المرحله، شو بده يعمل؟ بده يعمل يعني انه يخلي حاله مستقر باكثر شيء، او انه ياخذ اكبر قدر من المساعده في هاي الحاله، تمام؟ هسه هون هو المركب حكيت لكم انه 2 سيجما مور ستيبل من 1 سيجما، بس خلال المرحلة هاي انه يوصل للمور ستيبل هاي، انه ثنتين سيجما احسن من واحد سيجما واحد باي، بده يمر عبر الطريق هاي اللي هي ايش؟ الكربوكاثيون. والكربوكاثيون ايش؟ انستيبل، يعني لازم يمر. اوكي، بدك تصل للراحة بدك تتعب، فهو هنا بده يعني بده يعني راح يمر بإشي مش مريح بالنسبة له، اللي هو ايش؟ الكربوكاثيون. بس برضه في عنده طريق، في عنده يعني تقول طريق صعب، صعب كثير كثير، طريق نوعا ما اسهل. اوكي، طريق ما بتلقى فيه مساعده، طريق بتلقى فيها مساعده اكثر. نقول خلينا نعرف شو هذا الشيء. طيب اوكي، هسه في هون عندي اللي هو زي ما احنا شايفين ترتيب ستابيليتي للكربوكاتيون، تمام؟ متذكرين ايش معنى تيرتشري؟ تيرتشري معناته ايش؟ كربونه متصله بثلاث كربونات. فلما احكي انا ايش تيرتشري كربوكاتيون، يعني كربوكاتيون كربون عليها شحنة موجبة متصل بثلاث كربونات، فهي معنى تيرشري كربوكاثيون. سكندري كربوكاثيون متصل ب 2 كربونز مع الاتش هي كثالثة، وبرايمري واضحة ومثل. اوكي،
هسه بيحكوا لنا ايش، انه تيرشري كاربون كاتيون هو الموست ستيبل بين هذول الاربع اشياء، بعدين السكندري، بعدين برايمري. طيب اوكي، شو السبب؟ خلينا نعرف شو السبب. السبب اشي يسمى عندي ايش بالاندكتيف افكت. اوكي، هاي كلمه مهمه راح تمر معنا لقدام كثير، فلو تقدر تذكروها يعني راح لقدام راح تستفيدوا وراح يعني تساعدكم كثير. اندكتيف افكت هي ايش؟ شيفت او موفمنت اوف الكترونز ثرو سيجما بوند. تمام، هسه حسب تعريف بكثير كتب هي ايش؟ تو ذا مور الكترو نيجاتيف اتوم. تمام، هيك بكثير كتب موجوده، تو ذا مور الكترو نيجاتيف اتوم. تمام، لكن برضو في عندي كمان بتنتقل لنحكي الكربون كاتيون. تمام، اذا عندي كربون عليه شحنه موجبه ومتصله بكربون الثانيه، اوكي زي عندي الحاله هاي هون، شايفين كربون هاي عندها عليها شحنه موجبه، فالكربون هاي شو راح تعمل؟ راح تساعدها، اوكي تعطيها شويه الكترونات. الكربون هاي راح تعطيها شويه الكترونات، الكربون هاي راح تعطيها شويه الكترونات. هسه شو مشكله الكربون هاي؟ ان عليها شحنه موجبه، عليه عندها نقص الكترونات، ففي عندها في ثلاثه شو قالوا لها؟ احنا راح نساعدك ونعطيك الكترونات. اوكي طيب، هاي كمان نفس الشيء بس جنبها بس كربون واحده. الاتش يعني نقول مقدار عطاتها قليل جدا، ما تعطيش الكربون، اوكي فالكربون تعطي اكثر، عشان هيك الاتش عندي هون ما بتاثر. بس الكربون، هاي الكربون اللي عليها شحنه موجبه عندها كربون واحده، وهي عندها ثلاثه. تمام، هاي عندها ثلاثه بعطوا الكترونات للشحنه الموجبه، فالشحنه الموجبه حتصير ايش؟ اقل ما يمكن. تمام، شوفوا الصفر هو الاوبتيمال، هو الاشي المثالي. اوكي، كل ما يعني قليت عنه صرت سالب، اذا انا ايش؟ غير مستقر اكثر. كل ما طلعت عنه صرت موجب، اذا انا غير مستقر اكثر. فكل ما اقتربت للصفر كل ما قلت موجبيتي او قلت السالبيه تاعيتي، انا يعني مور ستيبل. فهي الفكره. تمام، هذا هو الاندكتيف افكت، انه الكربونات هذولا تمام قاعدين بعطوا للشحنه السالبه، اسف للكربون الموجبه الكترونات، فبقللوا الموجبيه تاعتها وبزيدوا السالبيه، او مش بزيدوا السالبيه، بخلوها مور ستيبل. تمام، اوكي بدي اتبع الشيء هذا، انه مثلا نفرض عندي قطعه جليد، اوكي يعني نحكي انه الكربون هاي ايش؟ عباره عن قطعه جليد، بدي اذوبها. تمام، بدي اذوبها، كيف اذوبها؟ مثلا نفرض بدي حكى لك واحد بعطيك مشعل بس ممنوع انك تقرب عليها بالضبط، اوكي عشان افهمك شو الاندكتيف افكت بالضبط، بس انك مثلا بتقدر تقول تبعد عنها، انك تكون بعيد عنها مثلا 100 سنتيمتر. اوكي طيب، لو كان عندك مشعل واحد اوكي راح تذوب قطعه الثلج، بس لو عندك مشعلين راح تذوب قطعة الثلج بشكل أسرع. طبعا ذكر أنه في مسافة بينهم. تمام، وبالنسبة إذا عندك ثلاث مشاعل راح تذوب برضو بشكل أسرع وأسرع. هاي هي الفكرة، أنه عندك ثلاثة بتبرعوا إلها. تمام، فإنه الثلج راح يذوب عنها، بتصير يعني نقول حيوية أكثر، أوكي مور ستيبل. ونفس الشيء عندك ثنتين تمام وواحدة، إذا عندك ثلاثة أفضل شيء، ثم ثنتين ثم واحدة، وهي عندها ثلاثة اتش، يعني هي يعني شبه الساحة تتكون. تمام، بس انها موجودة ك يعني لسبل المقارنة. اوكي، في عندنا هاي هون الصورة، انتوا متشايفين هاي اللون الازرق، كل ما عندك لون ازرق يعني ايش؟ الموجبية اعلى. تمام، شوف هاي هون كيف يعني نحكي برضه، هاي الموجبية تعتبر عالية نوعا ما. هذا هون لا، في هون شوية شايفين صفار وخضار، اوكي فهذا يحكي لانه في دكونا نحكي الستابيليتي والموجبيه اقل، فانه شيء يعني احسن بكثير. وهون هو التيرشري كاربوكاتيون، شايفين افضل شيء، شايفين كيف يعني اقل شيء بالنسبه للمنطقه الزرقاء اللي تدل على الموجبيه، يعني الكربون هاي هي مرتاحه اكثر شيء من ناحيه من ناحيه الستابيليتي، وانه عليها اقل شيء شحنه موجبه. حكيت لكم الشحنه الموجبه كل ما قلت كل ما كان افضل. فاختصار بشكل مختصر بشكل على السريع، انه مارك فونكوف حاط تفسير قاعدته. تمام، انه مارك فونكوف يعني تفسير الحكا هو التالي، انه الالكتروفيليك اديشن اوف ان سيمتريك ريجنت تو ان سيمتريك دبل بوند تيكس راوت. تمام، يعني انا راح امشي بالطريق اللي بعطيني الموست ستيبل كاربوكاتيون.
تمام، الموست ستيبل كاربون كاتيون اللي هو بالتالي ايش اللي عليه اكثر شيء تفرعات. تمام، المركب اما يكون عليه سي كربونه او اتش، صح؟ عشان احنا قاعدين نحكي عن الهيدروكربون، نحكي عشان شيء ثاني. تمام، فحيكون عليه ام اتش او كربون. تمام، فاللي عليه اكثر اتش، اللي عليه اكثر اتش راح يكون عليه بالتالي ايش اقل كربون، وبالتالي الاندكتيف بتاعه راح يكون اقل. تمام، هاي الفكره. فهي نحكي الفكره او انه تفسير كيف باركوفكوف شو اللي وصل له. تمام، نضيف الاتش على الاكثر اتش. تمام، الاتش على الاكثر اتش عشان الاكثر اتش راح يكون عليه اقل كربون، وبالتالي الاندكتيف افكت فيه راح يكون اقل، وبالتالي الشحنه الموجبه اللي تتكون هناك راح تكون اكبر، وبالتالي اقل ستيبل. هون مثلا احنا ناخذ لنا مثال، عندنا مركب هذا، اوكي بدي اعرف وين اضيف الاتش، ايش بدي اعمل؟ بدي اشوف اي اكثر اتش، او بالاحرى اي عليه تفرعات اكثر. الكربون هاي، اوكي شوفوا طبعا هاي بعدها شنا، اوكي انه بعد كل دبل بوند بالنسبه للثانيه عشان نقول يعني بلغوا بعض، اوكي ما بهمنيش كثير، بهمني الثانيات. هاي هون عندها ايش برايمري، تعتبر كانه برايمري كاربوكاتين راح يكون، واضح كيف؟ بالنسبه لهاي عندها سي اتش 3 من هون والكربوني من هنا، فايش عندها مجموعتين بتبرعوا لها في حال كون كاربوكاتيون، فبالتالي ايش راح تهجم هنا؟ كون كاربوكاتيون هون وكون مور ستيبل لما يتكون هون، بعدين بيقرب هجوم هنا وبكون لي مركب. هنا مش راح يكون في عندي فرق عشان انه ثنتين برايمري، اوكي؟ هو هون اوكي صحيح انه سيمتريك، بس الاهم من يعني الاهم من ذلك من انه سيمتريك انه الفرق بالستابيليتي، الكربوكاتيون ستابيليتي راح يتكون. تمام، هذا برايمري وهذا برايمري مش راح يتكون، يعني مش راح يكون في فرق عندي، لكن هذا هون سكندري وهنا برايمري كربوكاتيون، هنا برايمري كربوكاتيون، برايمري كربوكاتيون، مش راح يفرق عندي وين بدي اضيف. اوكي هي تقريبا خلصنا من التفاعلات، ظل في تفاعلات لقدام راح ناخذهم، بس حاليا في موضوعين بدنا نحكي عنهم، رياكشن اكوليبريم، اوكي رياكشن اكوليبريم بشكل عام. تفاعلات، كل تفاعل معين له سرعه تفاعل، اوكي سرعه التفاعل هاي تعبر عنها بما يسمى اللي هو الريت كونستانت، اوكي كي اكوليبريم. كي اكوليبريم معروف عنه اي شيء، تمام، انه الكونسنتريشن للمتفاعلات، اسف الكونسنتريشن للنواتج على الكونسنتريشن للمتفاعلات. تمام، طبعا كل واحد مرفوع للمولات تاعيتهم، اوكي طبعا صراحه هو يعني حكي جرايد نوعا ما ما فهمنا كثير، لكن موجود فبس مجرد ذكر له. هسه بحكي لك انه ايش اذا كان كي اكوليبريم از جريتر ذان 1، اذا الفورميشن للبرودكت يعني انه التفاعل يميل لمين؟ يميل لجهة النواتج، وبالتالي التفاعل يعني بده النواتج هاي ايش ينتجوا، ليش؟ عشان هم less more stable والانرجي تاعتهم اقل. تمام، دائما دائما تفاعل بروح للمور ستيبل الليس انرجي، هاي برضو قاعدة. تمام، الانرجي والستابيليتي للتفاعل اربطوهم دائما ببعض، مور ستيبل less energy، مور انرجي less stable، هذول الكلمتين مع بعض دائما، فكثير مهم تربط بيناتهم. اوكي بس ما حكيت لكم انه هذا الحكي مش كثير بهمني او دحرا مش كثير مهم، يعني بيجيش عليه اسئله وهيك، موجود بس بالكتاب مجرد ذكر، بالسلايدات كانه والله مو موجود. على كل نكمل. في شيء هنا هذا شيء مهم، تمام، يعني بدنا نعرف الفرق بين اكزوثيرميك واندوثيرميك. تمام، اوكي الاكزوثيرميك هو ايش؟ لما يكون عندي نحكي الرياكتنت ايش طاقتهم اعلى من طاقه البرودكت. شوفوا انا هون بدي احول هذا تفاعل اديشن عادي معروف، يعني انه اتش بي ار بضيف على اتش، طبعا هون ما في فرق عندي ضفت هون ولا هون، كلتين اسعد الاتشات. على كل حال المركب اللي نحكي البرودكت الرياكتنت عندي ايش؟ ايثان، اوكي او الكين ايثان، والبرودكت عندي ايش هو؟ برومو ايثان، اوكي
شوفوا كم طاقة الإيثان، كم طاقة برومو إيثان. أوكي، هذا more stable less energy. تمام، فالمركب بحب إنه يجي هنا. تمام، ليش بحب؟ عشانه هذا more stable، بتحتاج طاقة أقل. تمام، هذا التفاعل إيش بتسميه؟ exothermic. exothermic طارد للطاقة. أوكي، exo من exit. أوكي، exit يخرج، يعني مش عارف، حاولوا يعني تقربوها بأي معنى بتحبوه. التعريف يعني هنا نحكي إنه الactivation energy، تمام، إذا كان عندك الactivation energy للreactant أعلى من الactivation energy للproduct، إذا تفاعل exothermic. الactivation energy موجودة هون، هي اللي هي راح نشوفها، اللي هو من يعني الطاقة اللازمة حتنقل من الreactant أو الproduct للtransition state. راح نحكيها هسه كمان شوية، بس خلينا نكمل هنا. بس بحكي التفاعل يسمى endothermic إذا كان البرودكت طاقته أعلى من الرياكتنت. أوكي، شوفوا هذا هون الانرجي دايجرام قاعد يزيد. تمام، شوفوا هون وين البرودكت، وين موجود، يعني هون عالي صح، كل ما يطلع لفوق بزيد، وهذا هون الرياكتنت لتحت، فبالتالي البرودكت طاقته أعلى. أوكي، الكوليبريم شوفوا أقل من واحد، فبالتالي يفضل فورميشن للرياكتنت. هون الكوليبريم أكبر من واحد، يفضل فورميشن للبرودكت زي ما حكينا هنا. أوكي، فمرة ثانية endothermic إذا كان عندك البرودكت activation energy is higher than the reactant activation energy، أو الطاقة تعيد البرودكت أعلى من طاقة الرياكتنت. طبعا بشكل عام برضو كنت أعرف الشغلة هاي اللي هي إيش، دلتا H. الدلتا إذا كان دلتا H positive إذا التفاعل إيش، endothermic. إذا دلتا H negative التفاعل إذا كانت دلتا H negative التفاعل exothermic. طبعا تعرف إنه دلتا H يساوي إيش، هي طاقة المتفاعلات ناقص طاقة طاقة النواتج ناقص طاقة المتفاعلات. أوكي، هون الحكي هذا مهم نوعا ما، ويعني الفترة الأخيرة كانوا يجيبوا أسئلة عليه، يعني مهم تعرفوا مثلا هاي هنا إيش معنى هاي كل الأشياء هاي وإيش بتفيدكم. طيب، بداية كمعلومات خلينا نعرف شو معنى كل كلمة موجودة هنا. خلينا نبدأ أول شيء هون مثلا من الرياكتنس. أوكي، الرياكتنس هي المادة راح تتفاعل. أوكي، المادة راح تتفاعل. تمام، إلها طاقة معينة موجودة هنا. تمام، أوكي، شوفوا هسا الرياكتنت يعني راح تصل لحالة تسمى الكربوكاتيون انترميدنت. لكن الكربوكاتيون، أوكي، لما كنا نضيف H بلس أول شيء صح، كان عندي كربوكاتيون، حكينا هذا الشيء مش هو إيش، أنستيبل، لكن موجود يعني. تمام، بس أنستيبل هسا هذا إيش، هو يعتبر وسيط، يعني هذا الشيء مش راح نحصل عليه من تفاعل. يعني مثلا فعلت مركب مع مركب، مش يعني من الاشياء اللي راح احصل عليها مش راح يكون الكربوكاتيون انترميدينت. الكربوكاتيون انترميدينت طوالي راح يتفاعل لايجي مور ستيبل، عشان ايش، عالي كثير بالطاقه، شوف كم طاقته. تمام، ان ستيبل، الاشي اللي حتى ان ستيبل اكثر منه ايش يسمى ترانزيشن ستيت، هسه بنحكي عنه. عشان نصل من الرياكتنت الانترميدينت لازم نمر عبر ايش يسمى ايش، الترانزيشن ستيت. اوكي، ترانزيشن ستيت صراحة مش فاكر ايش معناتها بالعربي، صراحة، لكن كتعريف ايش هي، المرحلة اللي بصير فيها كسر وتكوين الروابط. اوكي، بصير عندي كسر وتكوين الروابط. تمام، بالمركب بالحالة هي يكون طاقته عالية جدا و very very unstable. تمام، فبالتالي هذا المركب مستحيل نشوفه اصلا. اوكي، لكن هذا احنا بنشوفه بالتفاعل. اوكي، بنشوف التفاعل بس مش راح نحصل عليه. اوكي، يعني احتمال نشوفه هيك وهو مار. تمام، لكن انه نقدر مثلا نمسكه بيدنا لا، لكن برودكت عادي بنشوفه يعني نقدر نحصله، اما الانترميدينت لا، لا بنشوفه ولا بنحصله، فانه هذا الشيء اللي نعرفه. اوكي، حاليا الترانزيشن ستيت صار في عندي كسر، يعني كل الروابط خاصة انكسرت والروابط في جديد تكونت، صار في عندي هاي هنا انترميدينت، برضه طاقته عاليه، راح ايش بده يجي على البرودكت، برضه عشان يجي من انترميدينت للبرودكت راح يمر بترانزيشن ستيت، يسمى ترانزيشن ستيت 2. تمام،
راح يمر ويوصل برودكت. برضه هون راح يصير ايش عندي؟ تكسير وتكوين الروابط، اما واحد منهم او اثنتين ما بيفرق عندي، المهم انه راح يصير عندي كسر وتكوين الروابط، وكمان عندي اللي هو البرودكت. هسه في شيء عندي ايش اسمه اي طاقة التنشيط اكتيفيشن انرجي اي 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 1 هي طاقة الطاقة اللازمة من الرياكتنت ليصل للترانزيشن ستيت 1. اوكي، فعشان الرياكتنت يوصلوا لترانزيشن ستيت 1 بدهم اي اي 1، كمية من الطاقة مقدارها اي اي 1. تمام، عشان نحكي البرودكت يصلوا لحظة الـ AA2 اللي هو نحكي اللي هي من هون شوفوا الـ Intermediate تمن يوصل لـ Transition State 2. تمام؟ أوكي، إيش من نشوف إذا في فينا سينو عشان نحكي مع طيب بشكل عام التفاعل هذا كله هل هو اكزوثيرميك ام اندوثيرميك؟ بما انه نحكي البرودكت طاقته اقل فهو تفاعل ايش؟ التفاعل الكلي هو اكزوثيرميك. تمام؟ اوكي طيب، بس في شوية اشياء كمان راح نتعلمها عن ذيك اشكال ذيك اشكال وذيك اسئله. يعني شوفوا ذيك احتمال يجيك سؤال مش كل مطالب هيا يعني مثلا واحد ولا اثنين بس بيجيك عادي ذيك سؤال. تمام؟ يعني هذا السؤال حلو يدربوا عليه شامل جدا. اوكي بس بحاول اذكر في شيء نسينا. اوكي ما في شيء، ممتاز. اوكي how many intermediates are formed in this reaction؟ شوفوا الانترميديانت هي الحل الوسطية بين الرياكتنت او نحكي بين كل ترانزيشن ستيت. تمام، بين كل ترانزيشن ستيت في عندي ايش؟ في عندي انترميديانت. تمام، يعني هاي هون عندي ايه هو البرودكت الرياكتنت. اوكي وصل لبي ترانزيشن ستيت. تمام، صار في عندي تكسير تكوين الرابط وصل لعندي لسي. تمام، وبعد هيك سي وصل لدي اللي هو ترانزيشن ستيت لسي. تمام، وصل لاي فاي هو ايش كمان؟ برضه انترميديانت. واخر شيء الانترميديانت من اي لاف ترانزيشن ستيت، وبعدين وصل لجي اللي هو البرودكت. تمام، بشكل عام عدد الانترميديانت هو ايش؟ عدد ترانزيشن ستيت ناقص واحد. تمام، ترانزيشن ستيت هم ايش؟ نحكي الجبال. اوكي، اعلى القمم بالدايجرام. تمام، اعلى قمم هم اكثر شيء في اعلى شيء طاقه. تمام، بيختلفوا الطاقه بين بعض بس يعني اذا قارن اي ترانزيشن ستيت باي شيء ثاني غير ترانزيشن ستيت راح يكون اعلى منه. تمام، يعني ترانزيشن ستيت راح يكون اعلى من اي رياكتنت، اعلى من اي انترميديانت، اعلى من شيء ثاني. احتمال في عندي ترانزيشن ستيت ثانيه اعلى منه، لكن ترانزيشن ستيت وشيء ثاني لا ما في شيء اعلى منه. تمام، ترانزيشن ستيت دائما لهم اعلى طاقه. اوكي طبعا عندي هنا الانترميديانت برضه هو يكون زي ما شايفين برضه طاقته عاليه، يعني راح يكون اعلى من برودكت والرياكتنت. تمام، بس برضه بالنسبه للترانزيشن ستيت ولا شيء. فعندي هنا سي واي هم ايش؟ انترميديانت. نقرا هون عشان نشوف الهياء. بحكي لنا انترميديانت از ميدل ستيت ذات هاز فول فورمد بوندز بات نوت اول اوف اتس اتومز فولفيل اوكتيت. مثلا عندي هون خلينا نشوف وين في مثلا عندي هاي وين 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 اوكي في هاي هون مثال مثلا. اوكي هذا هون ايش يعتبر؟ حكينا هذا هون هذا هون انترميديانت، او بنحكي ان هذا مثلا هذا هون انترميديانت. الشحنة هاي اوكي هذا هون انترميديانت. هسا كل هذا عندهم رابط كاملة، الرابط كاملة كلها متكونة، بس مش كل كربوناته بتحقق قاعدة الاوكتيت قاعدة الثمانية. يعني كربونة هاي عندها ست الكترونات. تمام، عندها رابطة هنا ورابطة هنا ورابطة هنا، ناقص رابط واحدة حتى تحقق الاوكتيت. تمام، فهذا هو المقصود بالانترميديانت. اوكي طبعا and thus unstable and has higher energy than reactant and product but lower than transition state. وهذا اللي حكيناه. فحكينا في سي و اي هم ايش؟ هم الانترميديانت اللي هنا. السؤال الثاني بحكي لي which letters represent transition state. حكينا لكم اعلى قمم B D F.
تمام بي دي اف هو موضوع التراجين ستيت واضحه. طيب بحكي لنا وات از فاستست ستيب انتراكشن. هاي هنا معلومه حلوه. حكينا لكم انه الاكتيفيشن انرجي اللي هي بتعبر عن انه كيف الرياكتنت لما يدخل الترانزيشن ستيت. شوفوا كيف كل ما كانت الاكتيفيشن انرجي اقل معناته هاي ايش خطوه بحاجه لطاقه اقل لتصل للترانزيشن ستيت وبالتالي سريعه كثير. واضحه كيف الفكره هاي انه انا بحاجه لطاقه اقل فبالتالي يعني بدي بس انه هيك مثلا نقول اشحني شويه بصل للطاقه القصوى تاعيتي وبقدر اتحرك تمام. فكل ما كانت الاكتيفيشن انرجي اقل كل ما كان هذا الاشي افضل. الاكتيفيشن انرجي كل ما كانت اقل تكون الخطوه اسرع. طبعا الاكتيفيشن انرجي هي منين؟ عندك مثلا من A ل B اوكي من C الى D. شايفين هاي الاشي اللي هون هاي هي الاكتيفيشن انرجي هذا الاشي تمام. هذا الاشي اللي هون واضح كيف. طيب من E ل F واضح كيف. هاي كلها ايش activation energies. اقل واحدة بيناتهم هي الفاس هي اسرع شيء. فبالتالي عندي هاي اللي هي هنا بين E to F هي اسرع خطوة. طبعا هو ايش طالب من هنا fastest خطوة تمام fastest step. يعني حكيت جاوبت E to F هذا خطأ تمام. هذا خطأ ورجاء الكل ينتبه عليه تمام. الخطوة تتكون من intermediate او نحكي في reactant اذا كانت اوكي من intermediate و transition state و product تمام. فالخطوه لما يسالني هيك سؤال what is the fastest step in the reaction راح احكي له الخطوه E to G وليس E to F. E to F خطا E to G صح تمام. هذا يعني هاي شيء جدا مهم اوكي. which is more stable A or G. A or G شوفوا إذا شايفين هو G طاقته أقل فبالتالي G هو more stable. حكينا لكم الطاقة هي عكسية مع الـ stability كل ما كانت الطاقة أعلى less stable. أوكي what is the reactant what is the reactant of the rate determining step. أوكي هنا في عندنا نحكي زي تريك يعني في عندنا فكرتين. أوكي بداية شو هي الـ rate determining step. هي الخطوة المحددة لسرعة الفعل تمام. هي الخطوة المحددة لسرعة التفاعل. هسا الخطوة المحددة لسرعة التفاعل هي ايش؟ هي أبطأ خطوة صاحبة أعلى activation energy. عشان احنا قلنا لكم كل ما زادت activation energy كل ما كانت الطاقة أقل أكثر عشان تصل لل transition state وبالتالي بدها وقت أطول. واضح كيف؟ فعشان هيك هي بتحدد سرعة التفاعل. إذا كانت هاي الخطوة سريعة كل التفاعل سريع تمام. كانت هاي الخطوة بطيئة كل يعني التفاعل بشكل عام راح يكون بطيء عشان انا بدي استنى الخطوه لما تخلص عشان التفاعل كله يمشي تمام. عشان هيك هاي الخطوه هي نحكي الخطوه اللي بتحدد سرعه التفاعل. فانا حاليا ايش بدي اعمل؟ بدي ادور على الخطوه اللي فيها ايش اعلى ترانزيشن ستيت. طب الله شوفوا لي هاي هنا كيف هاي هنا وبعدين هاي هون اوكي بين سي ودي نحكي ترانزيشن ستيت اعلى. هو هنا مش واضح كثير لكن المتحرك يكون شيء اوضح من هيك تمام. فالخطوه سي تو اي اوكي هي ايش الريت ديتيرمينج ستيب اوكي. بس هو ايش طالب مني؟ وات از ذا رياكتنت اوف ذا ريت ديتيرمينج ستيب تمام. هو طالب مني شو الماده المتفاعله تاعت الخطوه المحدده سرعه التفاعل. فبالتالي الجواب راح يكون ايش سي. خلينا نشوف والله اذا جوابي ايش كان هذا. تمام the product of the والله ايش كان السؤال. هو سؤال خمسة صحيح. سؤال خمسة اوكي شايفين حتى انا هون كاني جاوبه خطا تمام. فهو هون كاتب what is the reactant of the rate determining step تمام اللي هو خمسة. انا جاوب هون انه the slowest step because has highest EA. حكى انه answer C هي C to E تمام. بس الجواب المفروض يكون C لحاله تمام. فهي صحيحوها تمام انه طالب هو الرياكتنت للسوس ستيب مش شيء ثاني اوكي. فيرست از ذا فيرست ستيب اوف ذيس رياكشن اكزو اور اندوجينيك. هون شو بدي اعمل؟ بدي اقارن بين الاثنين اي اعلى طاقه. اي اعلى طاقه اي ولا سي؟ سي اعلى طاقه تمام.
طيب مثلا اشوف اذا بدي احدد يعني طريقه اني اوجه شمالي انه مثلا اي اي ولا اي على طاقه ما اعرف شو. شوفوا هاي هنا شوف كيف وين هاي تقطيعته وهي تقطيعته. لو بدي انقص نحكي هذا الرقم الاعلى من هذا الرقم الاقل، اوكي شو راح يطلع عندي النتيجه؟ موجبه صح، رقم اعلى ناقص رقم اقل النتيجه موجبه، فدلتا اتش بوزيتيف، فبالتالي هذا تفاعل ايش؟ اندوجرنيك. Is the overall reaction endo or the exo؟ التفاعل كلي هو إيش؟ exo. Which is the more stable intermediate؟ more stable أقل طاقة إذا C. تمام. إحنا تعلمنا اللي هو تفاعل اللي هو الماركوفنكوف أديشن، تمام؟ لو التفاعلات تعلمناها وكنا نطبق حسب قاعدة ماركوفنكوف، حيث ان الاتش ايش تنضاف على اكثر اتش. هسه في عندي تفاعلات اللي هي ايش؟ تعطيني برودكت انتي ماركوفنكوف برودكت، تمام؟ يعني مش انه بضيف الاتش على اكثر اتش، لا بعمل العكس تماما، انه بضيف الاتش على اقل اتش. تفاعل او تفاعلات تانية اللي هي ايش؟ او تفاعل معي واحد هو بس، هايدرو بوريشن اوف الكينز، اوكي؟ هايدرو بوريشن. اوكي هسه في حال كان في عندي الكين، اوكي واضفت له بوران اللي هي بي اتش 3، تمام راح تكون عندي المركب هذا، تمام يعني شوف شو بصير. المركب هذا راح ينضاف ايش؟ انتي ماركوفنكوف. البي راح تنضاف ايش؟ على الاكثر اتش. طيب خلينا نوضح ليش. هسه بالبوران اللي هو البي اتش 3 هي اللي نحكي اللي عليها بارتكل بوزيتيف، عليها بارتكل بوزيتيف والبي والاتش عليها بارتكل نيجاتيف. ليش؟ عشان الكهرباء السلبية للاتش اعلى من الكهرباء السلبية للبي، تمام؟ فبالتالي البي عليها شحنة موجبة جزئية، تمام؟ وبالتالي النيوكليفايل راح يهجم على وين؟ على الالكتروفايل. راح يهجم من هنا، تمام؟ راح تنكسر الرابطة هاي، صح؟ لما تنكسر الرابطة هاي وين المفروض تنكسر الرابطة؟ الشحنة موجبة عندي هون ولا هون؟ لا راح تصير هون. ليش؟ عشان يعطيني الموست ستيبل كاربوكاتيون. واضح كيف الفكرة؟ الحكي هذا ما بكون تتجاهلوه عادي، يعني هي هنا يعني تضيح شو صار بالضبط. هاي هون ترانزيشن ستيت كسر والروابط وتكوينها، وهاي هون المركب النهائي. بس انتم بهمكم هذا الشيء، تمام؟ حتى هذا الشيء مش رح يهمنا كثير، اللي بهمنا اللي في الجاي. هسا حكيت لكم انه ايش؟ الهدف من تفاعل هذا اني اضيف بعكس قاعدة ماركوفنكوف. قاعدة ماركوفنكوف اللي بنضيف بدي اعمل هايدريشن، تمام؟ بدي اضيف 2O، تمام؟ هايدريشن حكينا، لازم يكون في عندي ايش؟ اللي هو كاتاليست، الاتش بلس كاتاليست، الاسيد كاتاليست. اوكي، هسا الاتش بلس ما راح يضاف على اكثر اتش، صحيح؟ راح نضاف هنا، ليش راح نضاف هنا؟ اعطيهم مركب هذا اللي هو 2 بيوتانول. مش مهم مش تسميه، مش معكم بدل الان، بس انه راح تكون هذا المركب، تمام؟ انه الاوش تكون هون على الكربون الثانيه. طب في حال بدي احط الاوش على الكربون الاولى، شو بدي اعمله؟ اول شيء بعمل ايش؟ بعمل هيدروبوريشن، تمام؟ بعمل هيك، بعمل هيدرو، بعمل مركب هذا. اول شيء بضيف بي اتش 3، تمام؟ بضيف بي اتش 3، بعدين بضيف H2O. H2O 2 معني H. هون الكونديشن شوي بيختلفوا، لكن بعطيني نفس مش نفس المركب، بعطيني كحول، تمام؟ بعطيني كحول. ففي حال بدي الكحول انه ايش؟ ال HOH يجي هنا على الكربون هاي هونيك، شو بدي اعمل؟ اول شيء بعمل هيدروبوريشن BH3، بتكون عندي مركب هذا زي ما حكيت لكم، تمام؟ بعدين بضيف H2O2 اللي هو يسمى مركب اسمه البيروكسايد والصوديوم هيدروكسايد، تمام؟ فهذول الاثنين مع بعض اللي بيعملوا التالي، راح يكسر الرابط بين ال راح يكسر الرابط هاي بين البي والسي، ولو اتش بيجي بالرابط هنا، اوكي؟ فبكون عندي مركب هيك، يعني في افرض مثلا هون في عندي هون ايش؟ بي، تمام؟ اوكي، فهي هون عندي بي، تمام؟
اللواتش تجي تكسر الرابط هاي وكون لي اللي بحيث انه هون لواتش. هاي هي الفكرة اللي صارت هنا. احكيلي what alkene is needed to obtain CH2H2OH. تمام؟ طبعا بكل بساطة هنا يعني بس بدي اشيل هاي، اوكي اشيل الOH واحطها بالبوند هنا، تمام، بحيث اني اعمل، بس هو برضه اذا بدي افعله ايش بدي افعله؟ راح افعله بالهيدروبوريشن بحيث انه يعطيني تيرمينال، او نحكي تيرمينال الكهول، انه كحول يكون طرفي. اوكي حكيت لكم قبل انه بقدر اضيف كمان ايش، انه تبعات الاديشن بشكل عام راح يكون H2X2، اضفنا H2O، اضفنا HA الحبل الحمض، عندي كمان ايش اضافة H2. اضافة ال H2 بتكون او لها اسم ثاني اللي هو ايش، reduction of alkenes. تمام، بشكل عام لما اضيف انا H واقلل عدد الاكسجين الاثنين او واحد منهم، هذا الشيء يسمى ايش، reduction. فهذا اللي صار هنا، انا عملت addition of hydrogen فايش، عملت reduction of alkenes. طبعا بستخدم catalyst هنا اللي هو عبارة عن معدن معين، مثل النيكل او بلاتينيوم او بي دي اللي هو البلادينيوم. طبعا هذا الشيء عبارة تكون عبارة عن صفيحة بحيث ان احط عليها الاتشات، يعني شايفين كيف هاي مثل catalyst عبارة عن هيك صفيحة، بس ان احط عليه الاتشات بحيث ان اقدر اضيف الاتش على الدبل بوند بكل بساطة. تمام، ما تفكروا فيها كثير انه شو اللي بيعمله بالضبط، بس بكون تعرفوا التالي الاتش 2 بنستخدم معه كاتاليست النيكل، انه مثل النيكل او بلاتينيوم او بليدينيوم. تمام، طبعا لما استخدمهم راح اضيف الاتش 2 ايش من السيم سايد. اوكي نشوف هون عندي ايش هون، ساكلو الكين، اوكي مركب حلقي الكين. اوكي فلما اضيفه راح اضيف ايش من السيم سايد، تمام، راح اضيف اتش من هنا واتش من هون، اوكي السيم سايد، المركب راح يطلع عندي ايش، راح يكون ايزومر. ليش؟ عشان الاتشين من السيم سايد، حكيناها من قبل. اوكي الاتشين من السيم سايد حكيناها من قبل، طبعا هذا بس عشان كان ايش عندك الكاتاليست موجود. هاي هنا مركبات زي ما شايفين، يعني مثلا H2 مضيف، اضيف بس هون H و H، شيل الدبل بوند بكل بساطة يعني. اوكي راح لك الدبل بوند، اضيف H1 و H1 يكسر، اضيف H، يعني كلام جدا بسيط. التفاعل هذا مش موجود، مش مطلوب منكم، محذوف. اوكي فبتقدر تخيفوا يعني، محذوف من عندكم مش موجود، فذلك مش راح نشرحه. انا صراحة يعني بتقدروا تحسوا حظكم كان يشكل مشكلة لبعض الطلاب. اوكي هسه هون التفاعل هذا، لا هون الاكسيديشن اوف الكينز لا مطلوب. تمام، حكينا قبل كل شيء عن الريدكشن اضافه H2، اوكسيديشن ايش راح يكون رايكم؟ اشيل H2 او ان ايش حكينا، اضيف O2. تمام، اي شيء بضيف عليه O2 او بشيل H هو تفاعل اوكسيديشن. اوكي اذا في شيء، اذا في عندي تفاعلين للاكسديشن، في عندي الهيدروكسيليشن والاوزونوليسيس، راح ناقش الاثنين. الهيدروكسيليشن جدا بسيط طبعا، بس هو يعني بس الشيء هذا، تمام، ما فيش غيره. تمام، وهو يستخدم ايش للكشف العملي عن الالكين. تمام، اذا عندي ماده معينه انا شاك هاي يمكن الكين مش الكين، ف يعني بستخدم الطريقه هاي بحيث ايش نعرف هل هي الكين ام لا. المعادله هاي يعني لو بتحفظوها مش خطا زي ما حك انا كاتب هون مثلا. اوكي اوكي عندي الكين معين بضيف له عليه يسمى البوتاسيوم برمنجنيت. البوتاسيوم برمنجنيت هو ايش؟ هو اوكسيدايزنج ايجنت. اوكي ايش معنى اوكسيدايزنج ايجنت؟ هو عامل او ماده بتخلي غيرها ايش يتاكسد، وهي المادة نفسها ايش يصير فيها اختزال. هاي الاشياء المفروض تكونوا عارفينها يعني، بس برضه يعني راح ناخذها لقدام لبعدين يعني. اوكي فالبوتاسيوم برمنجنيت لونه ايش بالاصل؟ هو لونه بيربل.
بيربل بنفسجي، اوكي. لما افعله مع الكين راح يتحول اللون لبراون بلاك، تمام، براون لبلاك هيك اللون، تمام. المركب راح يطلع عندي ايش هو؟ جلايكول. طبعا انا فعليا ما فهمني اذا شو راح يطلع عندي جلايكول هيك، المهمني تغير في اللون، اوكي. اذا تغير من بيربل لبراون، براون لبلاك، تمام، اذا بعرف انه المركب الماده المجهوله عندي ايش هي؟ الكين. هذا هو كل الفكره بالمركب هاي، وهاي تفكير الطريقه الثانيه اني ايش للفحص العملي او الكشف العملي عن الالكين. اول واحد كان ايش؟ تتراكلوروميثين مع بي ار 2، اوكي. ثاني شيء اللي هو تفاعل كليفج او الاوزونوليسيس اوف الكينز. طبعا ليش هذا انا كنت صريح معكم، انا اول ما شفته ولا فهمت من شيء وخوفني كثير، لكن بعد ما فهمته صرت يعني صرت احب 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 احل الاسئله اللي عيته. حلو، طيب. اوكي، شايفين هاي الاشياء كله يعني مش رح ينكو كثير، تمام. يعني هاي برضه بتعلق بالميكانيزم وكثير مهم، بس موجود بكتاب يعني طرحته. بس البداية يعني اللي بدي احكي لكم عنه هون ايش هو؟ فين يكون عندي الكين، تمام. شوف شو رح يصير. الدبل بوند راح تنكسر، وايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي 2، اوكي، 2 دبل بوند او بوندز، تمام. يعني سي دبل بوند، سي دبل بوند سي انكسرت، كون عندي سي دبل بوند زائد سي دبل بوند. هذا في اهم شيء يصير بالاوزونوليسيس. هسا شيء مهم كثير ايش بدي اعرفه، اني بضيف اوزون اول شيء، تمام. واصلا من هون اجى الاسم اوزونوليسيس، يعني كليفج باي اوزون، تمام. بضيف اول شيء اوزون اللي هو O3، بعد ما اضيفه كون عندي المركب هذا المعين، اوكي، اللي هو اوزونايد. بعد ما يكون عندي الاوزونايد راح اضيف ايش عليه؟ زد ان خارصين، اللي هو H3O بلس، اللي هو بشكل عام اسيد كاتاليست، تمام، بشكل عام اسيد كاتاليست. بضيفهم بتكون عندي اللي هو 2 كاربونيل جروبز السي دبل بوند او. طبعا ال 2 كاربونيل جروبز بشكل عام اللي عندنا راح يكونوا ايش؟ بس الديهايدرو كيتون. يعني حاليا يعني خلال الكتاب هذا كامل مش راح تشوفوا غير الديهايدرو كيتون بالنسبه للتفاعل هذا، اوكي. طيب هسه اذا اجاني سؤال هيك كيف بدي احله، تمام. شيء جدا بسيط، اوكي. عندي دبل بوند هنا، اوكي، كان في عندي هون ايش؟ او 3 كان ايش عندي؟ واحد او 3 شحطه 2 نقطه زد ان اتش 2 بلس. شو بدي اعمل؟ شوف كيف، بس بسيط جدا. شوف كيف هون بجيب محايه بمحي هون هيك زي ما عملت هنا، شايف كيف؟ محيت هنا، بجيب او بلزقها هون، اوكي، بجيب او ثانيه بلزق هنا، بكون عندي هذا الشيء بكل بساطه، اوكي، ابسط البساطه، وبتكون عندي مركب هذا مركب الديهايد، اوكي، اللي هو في اتش حد لو يعني سي دبل بوند او مرتبط فيه اتش، ام هون بالكيتون سي دبل بوند او مرتبط فيها ار وار، فهذا الفرق بين الكيتون والالديهايد. فيعني انه يعني ارجو تكون واضحه جدا هاي، يعني راح تكون جدا سهله، بس اني بمحي هنا بضيف هون هون وانت هنا خلاص. طبعا في حال برضه كان عندي مركب سيمتريكال او مش سيمتريكال بيعتمد انه كون عندي مركبين او اكثر. مثلا شوف المركب هذا هنا، اوكي، اذا بقص من هنا راح اقص من هنا في الواقع اكيد، يعني احط او هنا كان عندي ايش اللي هو الفورمالديهايد. هذا اسم كومن مش مفروض تعرفوه حاليا، بس انه يعني هذا المركب راح يكون عندي، وهذا كمان، اوكي، هذا مختلف عن هذا، تمام، عشان نحكي يعني هاي هنا راح تكون الاو مرتبطه مع السي وحده، والاو راح تكون مرتبطه مع ثلاثة سي. اللي هنا لا راح يكون ايش؟ هذا سيمتريكال، ليش؟ عشان لما قصه من هون سي اتش 3 سي اتش 3، تمام. فبرضه بقصه من هنا راح يطلع عندي اثنين نفس الشيء اللي هو H3CH دبل بوند O. هنا برضه نفس الفكرة، شايفين كيف بقص من هون، بحط دبل بوند هون، اوكي، شايفين كيف هنا، وبحط دبل بوند هون مع H3CH3. هذا اسمه أسيتون، اوكي، يعني كثير كثير مشهور، كثير معروف، راح تشوفوه كثير لقدام.
نفذ الشحن كله، يعني احكي لكم شيء جدا بسيط. فكرة حلوه للمركب هذا، للتفاعل هذا. اوكي بعطيني حكي لي انه ايش في يعني بقول لك which alkene give me only acetone. اوكي يعني مركب بعطيني بس اسيتون. اول خطوه اعملها اني برسم مركب، طبعا راح يجيكم مرسوم جاهز. اوكي انتم ما تعرفوا كيف ترسموا كربونيل الان، راح يجيكم مركب جاهز. هيك انا حجيك سؤال كالتالي: what alkene will give you only acetone مع الرسمه تاعته هاي؟ يعني اعطيك انه بس واحده منهم، بقول لك انه انا جبت الكين عملت له اوزونيسيس اعطاني بس مركب هذا، شو ممكن يكون؟ تمام، كيف بدي احل السؤال هذا؟ شوف كيف. اول خطوه شو بعمل؟ برسم مثل اسيتون. اوكي برسم مثل اسيتون، انا بدي امشي بشكل العكسي. اوكي طيب برسم مثل اسيتون هيك. اوكي بجيب من الاو هون وبربطها من الاو هون. اوكي هذول الستين اكسجين مسحهم، مسحهم عن وجود بدي فيهم. اوكي بتخيلهم كانه ايش، عباره عن 2 سي. تمام 2 سي وبربطهم ببعض. شوفوا كيف هنا، يعني نحكي انه جبت هاي لهون هيك وجبت هاي لهون هيك. تمام كون عندي هذا الشيء، اسم المركب هذا وانتهيت. 1 2 3 4 2,3-dimethyl-2-butane. تمام وهذا مركب تقصون هنا، ضيف او هون او هون بطلع عندك اسيتون واسيتون. شايفين كيف؟ وهي الطريقة بشكل عام اكثر هيك. طبعا موجود في كثير اسئلة زي هيك. في مثال كان لصلاة الدكتور حسين كانه بارت 2 حسب ما اذكر. اوكي شايفين طبعا يعني كفكرة، شايفين نفس الشيء غص و غريب. وراح السؤال صح صح حتى اسف. لا هذا شيء ثاني، موضوع ثاني دخلت عليه المواضيع. اوكي حاليا هيك خلصنا من الالكينز. اوكي خلصنا من الالكينز وحاليا راح ندخل ايش على الالكاينز. طبعا الكاز اوريدي شرحنا عن يعني الكاز، نعرف برضه ان هي مركبات اس بي هيدروكربون، حكينا عن التسمية تاعتهم. تمام التسمية تاعتهم زي الكينز، بس انه بفرق تربل بوند بانه اين اين، هاي الفرق. راح ندخل طوالي ايش بالتفاعلات. تمام برضه تفاعلات الالكينز نفس الشيء، هم تفاعلات اديشن نفس ميكانيزم الالكينز، وبرضه بطبق عليهم قاعدة مركب كوف وكل شيء. بداية لو بدي بس هون ايش راح اضيف انه هو نفس التفاعلات بس راح يكون ابطأ بشوية. كمان ايش مثلا بدي اضيف مثلا نحكي اتش اكس بضيف 2 مول مش 1 مول. تمام فهون مثلا اتش بي ار شايفين كيف راح بدي اضيف 2 مول مش 1 مول بحيث انه يعطيني اللي هو الالكين. طبعا احنا لما نحكي عن الحياة العملية فعل الشيء كمركب، انا يعني فعليا انا بضيف هذا مركب وبضيف اتش بي ار. اوكي الكميه اللي بضيفها بتكون كميه هائله. تمام المركب النهائي راح يكون معي هذا. تمام هذا المركب صعب ان احصله. اوكي صعب ان احصله، لكن في عندي اللي هو ما يسمى بلينلارد كاتاليست. صراحة مش عارف كيف الافضل، كان هذا لينلارد يعني حاولوا انتم ترفضوه. تمام بس احفظوه مبين. اوكي طيب هذا هون الكاتاليست، هذا في حال استخدمته بقدر اني اوقف هنا. اوكي بقدر اني اوقف هون. اوكي طبعا اذا استخدمته ايش بعطيني ايزومر، بعطيني سيس الكين. تمام يعني هو مثلا شوف استخدمنا ضفنا اتش 2. تمام يعني انا ضفت نحكي 5 مولات اتش 2، بس ما دام حاط معه كاتاليست هذا بس راح ياخذ واحد وضيفه على على نحكي على الالكاين ووقف عند السيس، وقف اسف عند الكين، والالكين راح يكون سيس لانه ايش بضيف من نفس الجهه. طبعا هذا بي دي. تمام حكينا على بي دي من قبل، بي دي الان اي ولا بي تي البلاتينيوم. هون انه تفاعلات حسب قاعده ماركوفنكوف. هون مثلا الفيرست ايكوليفنت اللي هو او يعني نحكي اول مول. تمام بنضاف على اكثر اتش، اتش على اكثر اتش، بعدين بي ار على اقل اتش. تمام هاي هون الاتش انضافت هون، بعدين البي ار تنضاف على الكربوكاتيون. هاي هون تكون عندي مركبات. هسه هذا الكين
اوريدي اخذنا كيف تفاعلاته. برضو نفس الشيء اتش على اكثر اتش، تمام. بي ار تنضاف على الكربوكاتيون، بكون عندي المركب النهائي اللي هو هون. يعني حكينا لكم حكي يعني اوريدي كله موجود، حكينا من قبل. اوكي، التفاعل هذا شوي جديد. اوكي، في هذا في فكره جديده، وهذا الشيء الموجود في دكتور حسين. اوكي، هسه شيء اسمه هايدريشن اوف الكينز. اوكي، هون بحاجه انا ايش؟ بحاجه لو الى ووتر وميركوري 2، ميركوري 2، وكمان بحاجه الى سترونج اسيد. تمام، يعني انا هون عشان بدي اعمل هايدريشن مش بس بدي اسيد، يعني بالكين كله بحاجه لاسيد. هون بحاجه لا، هون بحاجه ل زي كاتاليست اسم ايش؟ ميركوري 2، تمام، اللي هو ليش اجي اس او 4. فعندي هيك تايم. اوكي، بدي اضيف عليه ايش؟ او اتش. عشان اضيف اقدر اضيف عليه او اتش، بدي H2O H2SO4 انه كمصدر ال H بلس، واللي هو الميركوري 2 كاتاليست اللي هو ال HgSO4. راح نضاف كمارك فوكوف، تمام، مش شيء غريب. ال H راح تيجي هنا. اوكي، شافون كيف صار CH2، بضل عندي او اتش، هاي صارت عليها شحنه موجبه، تمام، تنضاف هنا تصير او اتش. شايفين هذا الاشي؟ تمام، هذا هنا الموجود بالنص. هذا يسمى إينول، تمام، إينول، أو خلينا نشوف السيد دكتور حسين شو حكى عنها بالضبط. دكتور حسين شو حكى؟ إينول، أوكي، فينيل ألكهول، انسوا لي فينيل ألكهول، أوكي. لكن إيش الحلو؟ ليش يعني بكل بساطة؟ شوفوا OH on sp2 carbon، تمام، شايفين كيف؟ هاي الكربون إيش تجينا؟ sp2 عليها OH، تمام. فالإينول هو إيش؟ OH on sp2 carbon، تمام، هذا الاشي. فهي هذا اشي اسمه اينول. بس الاينول بيخضع لاشي، اشي اسمه ايش؟ التوتمرزم. هسه نحكي لكم شو التوتمرزم. طبعا يعني لكم خشيت الحيط، مش اشي صعب كثير. اوكي، التوتمرزم هو ايش؟ عباره عن تغيير لمواقع الذرات، تمام، مواقع الذرات مع الروابط. شوف شو بصير. شايفين؟ اقول لك حتى خلينا نشرحهم شوي عشان يعني يكون اكثر مألوفين مع هذا الشيء هون اكثر. شايفين الاتفايا؟ اوكي، الاتفاي بس لحظه، هذا الاتفايا راح تيجي على الكربونه اللي هنا، اوكي، وتصير في اتش 3. شايفين الدبل بوند هاي شو راح تصير فيها؟ راح تيجي هون، اوكي، راح تيجي بين السي هاي والدبل والاو هاي، تصير هيك، تصير سي دبل بوند او زي ما شايفين هنا، راح تصير هاي عايش في اتش 3، تمام. فهذا هون اللي صار عندنا، هذا هون اللي صار عندنا بالإينول. شايفين الأشياء؟ شايفين عليها مربع صح؟ أجت على هون، أوكي، وهنا والدبل بوند اللي الدبل بوند أجت بين بين الكربونة اللي كانت متصل فيها الـ OH مع الـ O. شايفين كيف؟ هذا الإشي اللي صار هنا. طيب خلينا نشوف هذا المركب مثلا، هذا المركب وشو بدي اعمل فيه. اوكي، خلينا نروح على البرنامج تبعنا عشان نفهم ونوريكم شو اللي صار بالضبط. اوكي، مالنا مش عارف شو ماله. اوكي، ما علينا. خلينا نفتح. طيب المركب كان عندي في عندي هون دبل بوند، اوكي، وكان في ايش؟ كان في هون او اتش زي هيك، تمام، صحيح. اوكي، حاليا هذا المركب ايش بدي اعمل فيه؟ بدي اني احوله، نحكي بدي اعمل له توتمرايزيشن. اوكي، المركب هذا شو بدي اعمل له؟ بدي اعمل له توتمرايزيشن. بس سجل لحظة غدا، خلينا نحطها هون، نعملها اوتش. اوكي، هيك عملناها اوتش. خلينا نعمل له. طيب تمام، شو راح اعمل؟ شوفوا شو راح اعمل. وين راح الاسهم؟ اوكي،
الاتش هاي راح تيجي على الكربون اللي هنا. خلينا نبين بالله الكربون عشان يعني يظل متابعين معي. راح تيجي على الكربون اللي هون، اوكي شايفين الدبل بوند هاي، اوكي راح اشيلها دبل بوند، راح تصير بين الاو وال والهاي، بين الاو والكربونه اللي كانت متصله فيها اوريدي، فيها كانت او اتش متصله بكربونه. اوكي هاي الكربونه راح تصير بس يعني دبل بوند راح تظل متصل فيها، تمام، بس صارت بينها وبين الاو بدل ما كانت بينها بين السي هاي والسي هاي، والاتش اللي كانت هنا صارت هون، تمام. ف نرجع مره ثانيه على الصياد تبع حسين، هاتوا الجواب تاع ال تاع يعني الحل. اوكي السؤال هذا بحكي مثلا هون انون الكين، طبعا لا انون ولا شيء. اوكي شو بدي اعمل هنا؟ خلينا نشوف اسا ما دام انه اوكي شوفوا شو اللي صار عندي هنا. خلينا نرسم هذا، اوكي هاي مثلا نعمل له، خلينا نرجع برنامج من هناك عشان نقدر نحكي لكم شو اللي صار بالضبط. اوكي لحظة بعدين مش راضي يعمل كوبي، اوكي هيو. طيب صار نص مركب هذا بحيث عشان نعرف شو اللي عملنا فيه بالضبط، شو اللي صار فيه. طيب في عندي هون دبل بوند وعندي هون ايش سي اتش 3. اوكي حاليا بدي اعرف انا هذا من اي الكين اجى. قبل هيك خليني ايش ارجع للاينول. اوكي انا بعرف شو اللي بعرفه، انه كان في عندي اسف من اي الكين اجى، انا بعرف انه ايش كان هذا قبل ايش كان اينول، انه او اتش على بي 2 هايبريدايز كربون. بدي ايش بدي احط هنا دبل بوند، تمام، وبدي احذف الدبل بوند هنا. طبعا البرنامج يعني لحاله راح يعمل راح يضيف الاتشات وهيك بيعمل لحاله، بس انتم بتعملوه في البيت لحالكم، تمام، انك مثلا بتشيل الدبل بوند بضيف اتش هنا، مش كان 3 بتشيل اتش من هون اللي هي هاي هون، شايفين اتش 3 هاي، بتشيل اتش بتحطه هنا بتصير واتش، تمام، والدبل بوند اللي هنا اوكي بتخليها بين السي والسي. اوكي طيب هاي اول خطوه. بعد هيك شو بدي اعمل؟ بعد هيك بدي ارجع كمان خطوه. اوكي هسه انا بعرف انه كانت بالاصل ايش هي تربل بوند، صح؟ اوكي فبالتالي شو بدي اعمل؟ تربل بوند وكانت دون الاو اتش، صحيح؟ اوكي كانت تربل بوند، فعندي هاي هون تربل بوند وهذا هيك المركب الاصلي. اوكي يمكن شويه مش واضحه كثير، بس اذا بتدربوا عليها وراح تبين لكم اكثر. خليني امشي يعني بدي امشي من هون لهون. شوف شو عمل. اول خطوه شو حكينا؟ بدي اضيف انا يكون في عندي H2O مع HGSO4 مع H2SO4، صحيح؟ طيب اول خطوه تضيف حسب مارك فولكوف، بضيف H على اكثر H، تمام، راح اضيف H هنا وراح يصير في عندي هنا OH، صحيح ولا لا؟ طبعا يا ريت يكون الكون معي ومركز معي، تمام. اول خطوه عملناها كانت هون تربل بوند، صحيح؟ اوكي طيب ضفت اتش 2 فانضاف اتش على اكثر اتش، تمام، وو اتش على اقل اتش. هسه هذا مركب عندي شو بدي اعمل له؟ بدي اعمل له توتومرايزيشن. ايش يعني؟ الاتش اللي هون اضيفه هون، اوكي، والدبل بوند ارفعها بتصير بين السي هاي والاو هاي، تكون عنده مركب هذا، ويعني يا ريت تكون وضحت لكم. اوكي الامثله هاي يعني تفقدوها وشوفوها، مش صعبه كثير، تمام، حكينا عنها اوريدي احنا عشان ما نمشي يعني بدناش نتاخر عليكم اكثر من هيك، لكن امثله هاي اوريدي موجوده،
ويعني محلولة. إذا ما فهمتوا أي شيء بتقدروا تسألوني، ما في عندي مشكلة. في عندنا موضوع بسيط، آخر موضوع، اللي هو الأسيديتي أوف ألكاينز. شوفوا الأسيديتي والباسيسيتي هذا موضوع بده شرح شابتر كامل، تمام؟ لكن هو مذكور عنكم بشكل بسيط، وهي عبارة عن حفظ، تمام؟ بكو تعرفوا التالي، الألكاينز هي الموس أسيديك، بعدها بيجي الألكينز، بعدين بيجي هاي الألكانز، تمام؟ ليش كيف هذا الشيء ما بهمكم، وحكيت لكم هذا بده شرح شابتر كامل، تمام؟ يعني في كثير عوامل، في كثير أشياء بحاجة نحكيها بحيث نعرف شو ليش هذا الشيء صار. في كمان تعرفوا لي إنه إيش البي كي إيه، إنه كل ما قل كل ما إيش، يعني إنه الأسيديتي أعلى. أوكي، بي كي إيه يعني علاقة بين بي كي إيه والأسيديتي، هي علاقة عكسية. كل ما كانت قيمة بي كي إيه أقل، تمام، يعني إنه الأسيديتي أعلى. فعشان هيك في الألكاينز البي كي إيه لها 25، هي أعلى من الألكينز اللي قيمتها 44، وأعلى من الألكانز اللي قيمتها 60. أوكي، حاليا بحكي لي إيش إنه الألكينز والألكانز هم حموض جدا جدا ضعيفة، بحيث إنها يعني تتفاعلش مع أي قاعدة، قاعدة جدا جدا قوية. بس بحكي لي إنه الأسيتالين، أو نحكي التيرمينال، أثر نوضح هاي الشغلة، هاي التيرمينال الكاينز بتفاعلوا مع ليكويد أمونيا، تمام، مع صوديوم أميد وليكويد أمونيا، تمام، اللي هو هي يعني إذا كانت عندها هذول الاثنين بيقدروا يتفاعلوا، وبحولوا لي الأسيتالين، كحكينا هذا احفظوا كومن نيم أسيتالين، تمام، إلى أسيتالايت أو أسيتالايد بالدي، تمام. أوكي، ليش اللي بدنا نعرفه، أو ليش يعني بتعلق إنه كتفسير مبدئي بسيط جدا لكم، إنه ليش الكاينز هي نحكي الموس أسيديك، عشان إيش الأس كاركتر فيها عالي جدا، تمام، الأس كاركتر فيها 50% بالألكاينز، عشان تهجين إيش أس بي، وبالأس بي 2 تهجينها أس بي 2 الأس كاركتر 33 و25 للأس بي 3. هذه بس يعني بشكل جدا بسيط. هسه انا حكيت قبل شويه التيرمينال الكاينز هم بقدر افعلهم مع ايش، مع ليكويد امونيا وصوديوم اميد. اوكي، سؤال اوكي، اي نفضل نحكي مركبين مع الاثنين الكاينز مور اسيديك؟ راح يمكن تحكوا انه كيف نحدد الاثنين يعني الكاينز نفس الاسيديتي. لا، هسه الاسيديتي كتعريف هي ايش، هي القدره، احد تعريف يعني تعريف راسل لوري، القدره عليش على اعطاء بروتون، تمام، فبالتالي بروتون المفروض يكون متوفر عندي. اوكي، يعني اسالك سؤال طبعا بشكل مختصر جدا بدل الحكي اللي موجود تحت، هل هذا المركب مركب 1 في عنده اي بروتون او اي هيدروجين؟ لا، ما فيش، لا هاي عندها ولا هاي عندها، لكن هذا هنا في عنده هنا، تمام. فعشان حكيت لكم انه ايش التيرمينال الكاينز، يعني الالكاين السيل فيها تريبل بوند وعليها اسيد، هاي تعتبر اسيدك، هذا مركب، هذا الالكاين يعتبر اسيدك، بينما هذا الالكاين لا يعتبر اسيدك، تمام. فهاي الفكره يعني جدا مهمه. اخر شيء اللي هنا بحكي لنا انه رتب المركب هنا، نحكي مثل هاي حسب البي كي لهم والاسيدتي. حكينا لكم كل ما قل بي كي اي كل ما كان اسيدتي اعلى، طبعا واحد هو الكاين رح يكون على شيء، الاتش هاي ايش هو متصله مع دبل بوند، تمام. اوكي، والاتش هاي ايش متصله مع تريبل بوند، تمام. فليش متصله مع تريبل بوند الكاين؟ رح يكون على ايش اسيديتي، وايش متصله مع دبل بوند رح تكون ايش اقل اسيديتي منها، وثلاثه اللي هي مع يعني مع اس بي 3 بالاحرى نحكي، يعني هون مثلا اس بي 2 اس بي و اس بي 2 اس بي 3 اس بي 3 راح يكون اقل في اسيديتي. وهيك يعني نكون يعني تقريبا خلصنا، هاي هون باقي يعني عبارة عن اسئله وحل وهون سمري لكل الرياكشنز اللي بالكتاب. بس حكينا لكم في اللي هو الكونجوجيتد داين، هذا هون محذوف، هذا الشيء مش مطلوب منكم. هيك نكون خلصنا، ان شاء الله تكونوا استفدتوا، وان شاء الله يعني راح نكمل معكم بالنسبه للباقي التواتر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.